مشروع العودة للحياة، مشروع ينفذه فريق مثابرون للخير التطوعي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامج تعافي. هذا المشروع يستهدف منطقتين في غرب مدينة الموصل وهي منطقتي الشفاء والزنجلي. هذه المناطق تعتبر مناطق منكوبة أو مناطق متضررة بعد المدينة القديمة في الموصل، كونها يوجد فيها الكثير من المنازل المدمرة نتيجة حرب معركة التحرير الموصل. نحن استهدفنا 50 منزل من هذه المنطقة في مشروعنا مشروع العودة للحياة كمرحلة أولية، لكن الإحصائيات التي نمتلكها أكثر من هذا العدد بأضعاف. نعمل من خلال مشروع العودة للحياة وفريق مثابرون للخير وبدعم الوكالة الأمريكية على تقليل عوائق العودة أمام الساكنين في هذه المناطق. إزالة الأنقاض من أكثر عوائق وصعوبات عودة الحياة في هذه المناطق ورجوعها بشكلها الطبيعي قبل معركة تحرير الموصل. بدأنا بثورة الدنابر في يناير 2018 وانتهينا في نفس العام في نهاية 2018. وجدنا أن هناك الكثير من العوائل بدأت تعود إلى مناطقها بعد تنفيذ هذا المشروع وهو مشروع ثورة الدنابر. عودنا في 2021 بنفس المشروع برفع الأنقاض ولكن بشكل أكبر وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تقليل الصعوبات والعوائق أمام الساكنين إليها هدف المشروع الأساسي. احنا سكان منطقة الشفاء يعني هاي المنطقة مدمرة بالكامل، ما لا الحكومة جت عليها لا شو اسمه، فضل هاي المنظمة جت رفعت الأنقاض، الناس رجعت على بيوتها وأنا أحد المستفيدين، رفعوا بيتنا بس أنا راح أبني البيت وأرجع عليه. إحنا من رفع الأنقاض هذا اللي يقدر يجي يعمر، اللي يجي على المنطقة، اللي يراجع، بينما كانت كلها أنقاض ما حد يجي عليها، كلها تجي تفوت أنقاض ما حد والله الحكومة ما وفرت كل شيء، كهرب ما وفرت، هاي الإنارة منظمة عملتها، ما وفرت كل شيء الحكومة، لا جت على ذول المواطنين، لا عوضتهم، لا شافتهم، خلف الله على هاي المنظمة جت رفعت الأنقاض.